أحييكم مشاهدينا أجمل تحية، وأقدم لكم حلقة جديدة من برنامج الأيام السبعة وأهم الملفات والقضايا التي جاءت فيها. أعلنت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ارتفاع أعداد النازحين في العراق إلى 4 ملايين شخص، ووصفت تلك الأرقام بأنها مروعة. وقال الممثل الجديد للمفوضية في العراق برونو جيدو في بيان أن 3 ملايين شخص نزحوا منذ كانون الثاني 2015، إضافة إلى نحو 1 مليون شخص نازح قبل ذلك التاريخ، وأن نصف مجموع الأسر النازحة تفتقر إلى المأوى المناسب والاحتياجات الأساسية الأخرى، وقد اضطرت للعيش في بنايات وهياكل مؤقتة. تخطى عدد النازحين جراء أعمال العنف في العراق عتبة 3 ملايين شخص منذ مطلع العام 2014، غالبيتهم من محافظتي نينوى والأنبار، حيث السيطرة الواسعة لتنظيم ما يعرف بداعش بحسب ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة. وأشارت المنظمة في بيان أن عدد النازحين بلغ 3,087,372 شخصا بين كانون الثاني يناير 2014 وحتى الرابع من حزيران يونيو 2015. وأشارت المنظمة إلى أن قرابة 1,600,000 نازح هم من محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار، وهي المحافظات التي شهدت أقوى المعارك ضد التنظيم منذ أكثر من عام. وأكد الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق يانكوفيتش أن السبيل الوحيد لوضع حد لموجات النزوح الهائلة للعراقيين يكمن في تحقيق النصر على تنظيم داعش. وقال كوبيتش في بيان إن اليوم العالمي للاجئين يعود، فيما تتواصل معاناة الشعب العراقي من دون نهاية تلوح في الأفق. وأكد كوبيتش أن الأوضاع لن تتحسن في العراق ما لم يوضع حد لأعمال العنف التي اجتاحت البلاد، فيما دعا المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدات اللازمة لتخفيف معاناة النازحين العراقيين. نازحون من مدينة الرمادي إلى قضاء الخلدية عبروا عن استغرابهم عدم السماح بعودتهم إلى مناطقهم بعد استعادتها لدواع عسكرية وإجبارهم على السكن في المخيمات والهياكل خلال الشهر الفضيل. ويؤكد نازحون إلى الخالدية أن أي مسؤول في المحافظة لم يزر مخيمات القضاء ولم يتفقد أحوال ناخبيه، فيما يضطر النساء والأطفال إلى النوم خارج الخيام وعلى الأرصفة هربا من حر الصيف. ويقول نازحون إن قراهم في الصديقية والمضيج آمنة نسبيا، غير أن القوات الأمنية تمنعهم من العودة. يعني هسه الصديقية والمضيج قاعدين بها القوات الأمنية، لا هم متغدبين لا هم طالعين، قاعدين ببيوتنا وساكتين. احنا رجعونا، خلي رجعونا لبيوتنا، خلي رجعونا لبيوتنا. شنو ذنبنا هسه احنا كنا بالخالدية قاعدين، والخالدية ناس فوق ناس وكلها آجرات، والعالم ما عنده لا رواتب لا فلوس، شنو ذنب العالم؟ والله إذا نشوف رمضان اللي قبله ورمضان في الوقت الحالي يختلف عن رمضان اللي قبل سنتين. كنا نقضي رمضان في بيوتنا واحنا في كامل قوانا وفي كامل صحتنا والأمن والأمان متوفر وكل شيء متوفر لنا والأسعار رخيصة. في هذا رمضان احنا حاليا في المخيمات والهياكل والمدارس، الأسعار هسه غالية والإيجارات غالية، مولدات ماكو، مي ماكو، خدمات ما موجودة، وضع تعبان جدا. يعني ماكو لا حد يقدر يجيب مخضر، لا حد يقدر يجيب لحم، ونعتب على المسؤولين اللي بالدولة. المفروض يجي المسؤول يزور يشوف شكو ماكو هنا بالخالدية، يشوف المعاناة بالخالدية، يشوف الهياكل، يشوف النساء الأطفال اللي نايمة على الأرصفة بالحر. واحنا مو عراقيين، يعني رمضان يمر لا يجيك مسؤول يسأل، لا يجيك مسؤول يفطر على العوائل النازحة. أقوال أجزان عندي بس غير ما عنده ناس متأذية، أطفال تامة رام الظالة بالشوارع ملقع. والله العظيم يعني اكو ناس تفطر، ناس ما عندها فطور تفطر عليه. لجنة حقوق الإنسان النيابية من جانبها جددت مطالبتها بتشكيل هيئة مستقلة للكوارث تستجيب لأزمة النزوح، وتنشر فرقا جوالة لتعويض عجز اللجان الحكومية عن أداء عملها بالشكل الأمثل. رئيس اللجنة أرشد الصالحي على هامش تفقد مخيمات في كركوك قال إن الدور الأكبر يجب أن يأتي من قبل العراقيين أنفسهم قبل انتظار الدول المانحة ودعم دول الجوار. يعني بشكل عام
النازحين بالعراق حالتهم حالة تعبانة، وللأسف الحلول أصبحت غير واقعية وغير منطقية. حتى الحلول اللي جاي نطرحها كلجان برلمانية للأسف مدى تؤخذ بنظر الاعتبار، وهذا خطأ كبير. وعدنا حلول طارئة عدنا، لكن للأسف مدى يستمعون. ولذلك الحل موجود بيدنا أولا إحنا كعراقيين، بعدين نلجأ للآخرين. خلي واحدنا للثاني، وإحنا قدمنا مقترحات كلجنة حقوق الإنسان بهذا الخصوص، أتمنى أنه تؤخذ بنظر الاعتبار. مقترحنا كان واضح أنه اللجنة العليا أو لجان بسيطة مدى تلاقينا حل، إيجاد أو تأسيس هيئة كوارث، هيئة مختصة بهذا العمل، ويكون إلى فرق جوالة. يعني هسه مثلا تجي توزع هنا المواد، مو يجي الهلال الأحمر التركي يوزع، مع الهلال الأحمر التركي فرقة جوالة أكو يجي يساعدهم. يعني هذا بحاجة إلى تعاطف وتعاون. لا تنتهي معاناة العائلات النازحة من وإلى صلاح الدين عند فقدان المأوى والأمن وعند نقص الغذاء والدواء فحسب. العشرات فقدوا زوجاتهم، وآخرون ودعوا الأطفال من دون رجعة، وفئة ثالثة خرجت عائلات وعادت أفرادا. قصص من خيام سامراء يرويها تقرير عبد السميع عزاوي. بعد أن شهد العراق أكبر عملية نزوح في تاريخه المعاصر إثر سيطرة تنظيم داعش على العديد من المدن العراقية، حملت العائلات النازحة معها قصصا أليمة بسبب ما مرت به أثناء اندلاع المعارك وخروجها هربا من الموت. فقد تقطعت السبل بالكثير، وفقدوا أفرادا من عوائلهم خلال عملية النزوح، ومزحم جار الله خير دليل على ذلك. وعندي زوجات اثنين بحكم النزوح والمكان الضيق والقدر اللي جمعنا، كان هنا كل وحدة ببيت، انجمعنا ببيت واحد، وفجأة انه وحدة من زوجاتي توجهت الى اهلها بكركوك مع الماء اخوي الاكبر، وطالعة من البيت بدون علمي، ما اعرف يعني، والى قراج الضلوعية، ومن الضلوعية الى سامراء، وبايتة يوم بسامراء، ومتوجهة الصبح إلى قراد سامراء إلى كركوك. وذكروا لياها في عدة جوامع في كركوك، ذهبت هناك وبحثت وانطوني أوصاف. وكان يعني بدنا إنه رجعتنا إلى الضلوعية إنه فرحة كبيرة، لكن أنا أصبت بخيبة أمل على فقدان عائلتي اللي هي زوجتي وأطفالي الثلاثة. وفي مخيم آخر من مخيمات النازحين بمدينة سامراء نستمع إلى قصة أخرى لهذه المرأة العراقية التي فقدت زوجها ولا تعرف مصيره منذ 11 شهرا بعد خروجه من منطقة العباسية غرب المدينة. أنا فقدت زوجي أثناء جيت السامراء، جاي أخذنا طحين من سامراء، فما أعرف أخذوه بالرجعة من جهة سامراء أو مطلع السامراء، ما أعرف بالعباسية أخذوه. إحنا بمكيشفة نازلين، فلو عندي بس الجهال ورحمة الله، ما عندي أي شيء غير رحمة الله. وطالب الدولة إذا تعرف زوجي حي أو ميت، يعني أحد يرجع لي جواب، ما أريد كل شيء. عندي خمس جهال، ثلاث بنات وليدين. ومع هاتين القصتين هنالك الآلاف من القصص التي مرت بها العائلات خلال عمليات النزوح المريرة، والتي تحتاج إلى تضميد جراحها وإعادة شيء بسيط من حقوقها الاعتبارية المشروعة. من سامراء، عبد السميع الزاوي، الشرقية نيوز. يوثق مشهد الخيام غير المأهولة والمهترئة في عامرية الفلوجة شاهدا جديدا على غياب الرؤية الجادة لحل أزمة النازحين بحسب العائلات المهجرة. عشرات الخيام تمزقها الرياح القوية، وأخرى انهارت على ساكنيها في الحبانية، تكشف جميعا عن الجدوى الحقيقي لمثل هذه الحلول، بدلا عن توفير المأوى والكرفانات وإسكان العائلات في مجمعات خاصة. محمد المحمود والتفاصيل.
بعد أن قصدها آلاف النازحين من مختلف مدن الأنبار، أصبحت ناحية عامرية الفلوجة محط أنظار وسائل الإعلام والمنظمات الإنسانية، كما سارعت منظمات عراقية بإنشاء مشاريع إغاثية، لكنها على ما يبدو مشاريع لا تسهم ولا تغني من جوع. خيام مزقت قبل أن يسكنها أحد، وكأنها أنشئت لغاية ما وليس لإسعاف النازحين. فمئات الخيام كتب عليها مخيم الهلال الأحمر العراقي، لكنها في الحقيقة لا تصلح ولم تطئها أقدام إنسان نازح بعد. مي ماكو، كادر طبي تعبان، علاج ماكو، تقول لك كل بريد هيك هاي يعطيك بس حب مال راس. ها؟ ناري النفس صار حيل ضغط. وليس ببعيد عن عامرية الفلوجة يعاني آلاف النازحين من مدن الأنبار المختلفة، والذين قصدوا المدينة السياحية في الحبانية والتي أصبحت مدينة النازحين، لتتغير معالمها ولم يبقى منها أي شيء يوحي بأنها منتجع سياحي سوى الأمراض والأوبئة وقصص ومآسي عاشها النازحون هناك وصرخات استغاثة كان لمهب الريح عنوانا لها. احنا نريد واحد يجينا يسوي لنا حل، اللي يجينا يبني الحلال يفتر علينا ويصور وهاي ويروح كل شيء ما استفاده. نريد واحد يجينا يسوي لنا حل، يسوي لنا حل خلف الله عليه، ما يسوي لنا حل خلف الله عليه. قصص وحكايات ومشاهد اختلفت من مكان لاخر، لكنها في الحال واحد، فما يعانيه النازحون في الحبانيه لا يختلف عن ما يعانيه ممن قصد العامريه لتستمر الازمه. محمد المحمود، الشرقيه نيوز. يرزح أكثر من 20,000 نازح من مدن ديالى في مخيمات كان يفترض بها أن تكون مؤقتة، ويقضون واحدا من أصعب مواسم الصيام على مدى أعوام. مخيمات خانقين وبعقوبة توثق الحاجة الماسة لإيجاد حلول سريعة للعائلات التي يصطف أفرادها للحصول على مساعدات عينية ووجبات الإفطار. سيف طلال والتفاصيل. يمر رمضان هذا العام على العائلات النازحة في ديالى وهم يعيشون حالة إنسانية صعبة. أكثر من 20,000 عائلة نازحة موزعين على مخيمات في خانقين وبعقوبة لا يجدون شيئا لمائدة الإفطار. يقول عدد منهم إن أيام الصيام بدأت منذ رحلة النزوح في العام الماضي. الوضعية اللي استقبلناها برمضان هو الجو هذا شيء طبيعي، كل اسمه جو حار بشكل، واحنا قاعدين هو كهرباء مثل القوطيه نار وكهرباء ماكو، ساعتين ماكو ساعه يعني وضعيه حيل. المساعدات اللي جات تجي بس صليب الاحمر الدولي، اما مساعدات عراقيه ماكو ما شيء. هذا المخيم وسط مدينه بعقوبه يطلق عليه مخيم معسكر سعد، يضم قرابة 500 عائلة من ناحيتي السعدية وجلولاء، يصطف العشرات من قاطنيه للحصول على بعض المعونات التي تقدمها منظمات إنسانية مع غياب شبه تام للمنظمات الحكومية. معجون أسنان، فينس، أخرن الكاف. تقول العائلات النازحة إن عودتها إلى مناطقها التي حررت منذ 6 أشهر هو الحل الوحيد لإنهاء معاناتها. تعرف ده شهر رمضان، شهر هذا الحر، كهرباء يعني تجينا ساعتين باليوم يا أخي، مرات تنقطع 6 ساعات 7 ساعات وماكو زين، وهذا حديث كرفان زين، فنريد منفذ يعني بس يخلصنا زين. فهاي الرسالة نوجهها السيد المحافظ الجديد، وعدنا الرجل ووعد الرجال كلمة بعد، احنا لازم زين وعد ما وعدنا لازم ننفذ زين. رمضان ثاني يمر على النازحين من مدن ديالى وهم خارج ديارهم، وليس هناك حلول تلوح بالأفق القريب حول إعادتهم إلى مناطقهم المحررة مع تفاقم معاناتهم الإنسانية. من ديالى سيف طلال، الشرقية نيوز. وللمزيد حول موضوع النازحين وآخر التطورات في هذا الموضوع، معي من بغداد عبر الأقمار الاصطناعية مراسل الشرقية نيوز خطاب عادل. مرحبا بك خطاب في برنامج الأيام السبعة. مرحبا أست ميسم، أهلا وسهلا. نعم.
الخطاب، يعني حتى اليوم مرت 10 أيام من الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك، ما الجديد الآن في موضوع النازحين؟ حضرتك على اطلاع فيما يتعلق بأوضاع النازحين، هل من استغاثة أو استجابة لهذه الاستغاثات التي أطلقوها؟ بطبيعة الحال موجة النزوح وخيمة النزوح في العراق تتسع يوما بعد آخر. لاحظنا هناك يعني أعداد كبيرة تطلق والنداءات من داخل المخيمات سواء في الشتاء وهذا الصيف الحار بدرجة حرارة تصل فوق 50 مئوية. يعني مسألة الكهرباء كانت أحد المشاكل التي يعني يمتعض منها النازحون داخل المخيمات، يعني لا هناك قطع مبرمج لمقار النازحين. ومن الجدير بالذكر أن هناك تفضيل في مقار النازحين، يعني هناك لجان مختصة أكدت، بحسب هذه اللجان أكدت أن هناك يعني بعض التفضيل في مقار النازحين على الكرخ عن الرصافة. يعني لاحظنا هناك وجود كميات كبيرة لمادة الوقود من الغاز وغيرها من يعني المواد للتشغيل بدائل الطاقة تتواجد في مناطق وتغيب في مناطق أخرى. لاحظنا هناك أيضا يعني ما سجلناه ودوناه من خلال استطلاعاتنا المستمرة من خلال تجوال كاميرا الشرقية نيوز أن الأمراض بدأت تفتك بهم بشكل كبير، نقص كبير في المؤن والمواد الغذائية، يعني حتى المساعدات العينية التي بدأت تصلهم بشكل قليل من خلال دعم المنظمات الذي بدأ يضمحل ربما بعض الشيء نصح التعبير. ويعني في مقار أخرى من النازحين لا وجود لبعض المساعدات العينية من قبل منظمات الإغاثة. السبب ربما يعود بحسب ما التقينا بممثلين عن من الاتحاد الأوروبي، أنا تكلمت معهم وبتصريح خاص للشرقية نيوز بأنهم قالوا نفتقد المصداقية بأننا نرسل مواد بكميات كبيرة لمقار النازحين، وعندما نأتي لنتطقس عن طبيعة الحال ووصول المواد العينية التي أرسلناها نجد هناك نسبة قليلة استلمت هذا الشيء. يعني ربما بعض الشيء ملفات الفساد دخلت بموضوعة النازحين وحرمت أعداد كبيرة من النازحين التي تعيش على ما يجود به الميسورون ومساعدات المنظمات الدولية. نلاحظ هناك ما يشكوه النازح داخل هذه المخيمات هو فرض طوق أمني على المخيمات، وكأن النازح يقول أنه ضمن الإقامة الجبرية. يعني هناك بعض النازحين لم يستطيعوا حتى الوصول إلى المراكز الطبية. يعني خطاب الحالات خطاب حول هذا الطوق الأمني، يعني ما هي مبرراتهم لهذا الطوق الأمني؟ يعني هل من يرغب بالخروج يمنع من الخروج من داخل من المجمع الذي هو به أو المخيم؟ ست ميسم، لا يخفى على الجميع أن النازح في بغداد وفي مقار النازحين المتفرقة في شتى مناطق العاصمة، إذا ما أردنا أن نحصي هذه المناطق مخيم الأهل ومخيم الخضراء ومخيم الجامعة ومخيم الدورة ومخيمات الغزالية ومخيمات أخرى في بغداد، يعني عندما نطرح هذا السؤال على الجهات الأمنية يقولون بأن النازح ربما هو عليهم مؤشرات بعض الشيء، وخصوصا التفجيرات الأخيرة يعني اتهموا بضلوعهم بعض النازحين بأنهم هم يعني عدوا العدة لهذه المفخخات التي تسببت بقتل أبرياء. لاحظنا هناك بعض الشيء، يعني التعامل الموجود
من داخل القوات الأمنية بشكل عام على النازحين هو بشكل مباشر أو محدود. حتى يعني النازح عندما يخرج من هذا الخيمة أو مقر النزوح الذي يمكث فيه عليه أن يودع شيء من المستمسكات الرسمية، وكأنما الأمر أنه يذهب ولا يعود، ويعني ربما يذهب إلى أماكن غير يعني مؤمنة، أو ربما قد تكون عرضة يعني للطاقم الأمني كما يقولون. نعم خطاب عادل مراسل الشرقية نيوز، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بغداد. بعد أقل من أسبوع على انطلاقها في قضائي الزبير وأبي الخصيب، امتدت شرارة الاحتجاجات الليلية في البصرة إلى قضاء شط العرب شرقي المحافظة، احتجاجا على زيادة ساعات القطع غير المبرمج للكهرباء والفساد الإداري. وتحولت الاحتجاجات الليلية في أزقة وأحياء البصرة إلى ظاهرة تتكرر مع حلول كل ليلة قبيل حلول الفجر، يسعى المشاركون فيها إلى تجنب الانتشار الأمني المكثف خلال النهار. وحمل متظاهرون شعارات ترفض الفساد وعدم التزام الوزارة بحصص المحافظة رغم الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة خلال شهر الصيام. ويقول ناشطون إن التظاهرات الليلية لن تتوقف حتى يتم إنصاف المحافظة التي تعتبر شريان الاقتصاد العراقي. وحذر النائب السابق عن محافظة البصرة وائل عبد اللطيف من ثورة شعبية مستمرة في المحافظة ما لم يحصل البصريون على استحقاقاتهم من الخدمات والكهرباء والنفط. وقال عبد اللطيف للشرقية نيوز أن تظاهرات عفوية خرجت لتطالب بالخدمات قوبلت بالقمع والتشكيك والتسييس، مطالبا بسحب المجاميع المسلحة التي نزلت إلى الشارع باسم سرايا عاشوراء من أجل قمع التظاهرات البصرية وتحجيمها. سبق أن أعلن الأخ محافظ البصرة بأنه أنفق 2,600,000,000 دينار حتى الكهرباء ما تنقطع في البصرة، وبالنتيجة أن الكهرباء عادت أسوأ مما كانت سابقا، علما أن منظومة الكهرباء في البصرة هي منظومة تشمل العراق بأكمله ولا تختص بمحافظة البصرة، وبالتالي اجتزاء أو اقتطاع هكذا مبلغ كبير إلى الكهرباء دون أن تتحسن في البصرة على حساب ما أعرف شلون انبنت، هذا هو الذي دعا المواطن إلى التظاهر. كما أن المواطن بمرحلة التعيينات التي جرت في وزارة النفط حقول نفطية في بيوت العراقيين أو مجاورة لهم، الدخان عليهم والحرارة عليهم واللهب عليهم، والعامل يجيبونه من الناصرية من العمارة من السماوة من الديوانية أو من المحافظات الأخرى. تصريحات السيد أحمد السليطي الذي اعترض على إنفاق هذا الرقم الذي ذكرته دون أن تدري أو تعرف به مجلس محافظة البصرة، وبالتالي إذا كان مجلس المحافظة لا يعلم لا يعرف بالإنفاق، فكيف بهذا المواطن البصري يعرف موازنته؟ الحكومة المحلية في النجف من جانبها نأت بنفسها عن التدهور غير المسبوق للتيار الكهربائي وتناقص ساعات التجهيز إلى أقل من 8 ساعات يومية، محملة وزارة الكهرباء المسؤولية الكاملة. وطالب بيان تلاه رئيس المجلس خضير الجبوري وزارة النفط بتزويد المحطات المتوقفة بحصص الوقود، مشيرا إلى أن النجف تتسلم يوميا 400 ميجا وات فقط فيما تتجاوز حاجتها الفعلية ضعف هذه الكمية. فاتحنا الوزير بكتب رسمية عند مجيئه إلى المراجع الدينية، لحد الآن من لم نستلم أي إجابة من كتبنا ناشدهم، وإحنا البارحة أنا متصل بالسيد وكيل الوزارة ومستشار التوزيع والسيد الوزير السيد لؤي الياسر اتصل بي البارحة تليفونيا ونسوي له رسائل وماكو أي مجيب إلى النجف. إحنا نطالب جماهير النجف والمسؤولين في محافظة النجف وأعضاء مجلس النواب في النجف للوقوف على هذه الأزمة. اليوم النجف تمر بأزمة، ولابد أن يكون هناك تعاون
بين السلطة الرابعة والسلطة التشريعية والسلطة الإدارية لحل هذه الأزمة ولإيصال صوت النجف إلى المسؤولين في الحكومة المركزية. الموضوع هو موضوع الكهرباء. النجف تعاني من شحة كبيرة، النجف تعاني من إهمال، النجف الحصة التي تعطى إلى النجف في الوقت الحاضر لا تتجاوز بين 300 إلى 400 ميجا. المطلوب استهلاكه في النجف بحدود 800 أو أكثر من 800 ميجا وات. هناك محطات متوقفة في النجف. سبب توقف هذه المحطات هو عدم تجهيز وزارة النفط بالوقود إلى وزارة الكهرباء لتشغيل هذه المحطات. وحذر رئيس لجنة الطاقة في مجلس النجف سعد الحارس من خروج تظاهرات عارمة على خلفية قلة تجهيز المحافظة بالتيار الكهربائي. وقال الحارس في اتصال هاتفي مع الشرقية نيوز أن معدل تجهيز النجف بالكهرباء لا يتجاوز 8 ساعات في اليوم الواحد، مشيرا إلى أن المحافظة تمتلك محطات كهربائية متوقفة وإن تشغيلها قد يساعد في رفض شبكة الكهربائية بالتيار. بالنسبة لموضوع الكهرباء في محافظة النجف بهاي الشهرين الأخيرة كانت جدا مظلومة بالنسبة للمحافظات الأخرى. المحافظات الأخرى تجهيز الطاقة بها أكثر من 21 ساعة، النجف الآن تعاني من قلة التيار الكهربائي 8 ساعات يوميا تجهيز الكهرباء. يعني في أحسن صور الكهرباء في محافظة النجف 4 قطع 2 كهرباء. احنا نطالب وزارة الكهرباء من منبر الشرقية أنه ساعدنا بتشغيل المحطات المتوقفة في محافظة النجف، مما أدى إلى هبوط الفولتية في المحافظة وعدم استيعاب التيار الكهربائي للمحافظة. احنا خابرنا واتصلنا بالسيد الوزير واتصلنا بالسيد وكيل الوزارة الدكتور عبد الحمزة والأستاذ نافع عبد السادة ولم نسمع أي إجابة من قبل المسؤولين في الوزارة. كتب رسمية عند زيارة السيد وزير الكهرباء إلى المراجع الدينية في محافظة النجف سلمتها بيدة ولحد الآن لم نجد إجابة من السيد الوزير ولا من وزارة الكهرباء أو الموضوع النجف. إحنا بالنسبة الآن جماهير النجف كلش متحمسة للتظاهر والاعتصام أمام مكاتب المرجعيات الدينية في النجف، لأنه أعتقد هاي ما ينسكت عنها. مئات الآلاف من الزوار يجون للنجف حاسبين النجف مدينة مهمشة بالنسبة إلى الكهرباء. لحد الآن ولا واحد استجاب لنا ولا واحد حل مشكلتنا. معي عبر الهاتف السيد أحمد السليطي رئيس لجنة الرقابة والتخصيصات المالية في مجلس محافظة البصرة. مساء الخير عليك سيد أحمد. مساء الخير، حياكم الله، اهلا ومرحبا. نعم سيد احمد، يعني حتى الان بعد كل هذه التظاهرات والمناشدات والمطالبات، كيف تجد تعامل وزاره الكهرباء مع هذه الازمه؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بالتاكيد امكانيات وزاره الكهرباء لا تنسجم اطلاقا مع ما صرف على هذه الوزاره خلال السنوات السابقه. يعني يقرر اليوم انه مشكله الكهرباء منتهيه، ولكن مع الاسف الشديد بسبب الفساد الاداري والمالي المتعاقب على هذه الوزاره و يعني احاله كثير من المشاريع الى شركات غير رصينه وشركات لا تمتلك خبره وكفاءه وقدرات ماليه، ادى هذا الحال الى بقاء هذا الملف يراوح الى حد ما في مكانه. نعم هناك تقدم ولكن ليس بالمستوى المقبول ولا هو بمستوى الطموح. اليوم بالنسبه للبصره لا تزال تعاني ايضا من نقص حاد في يعني تزويد الكهرباء خصوصا في بعض المناطق. يعني اليوم مناطق شمال البصره لربما تعاني اكثر من غيرها بسبب تلكؤ بعض المشاريع، منها مشروع الخط الناقل من مركز المحافظه الى مناطق شمال البصره. نعم. نعم. يعني ما تعليقك على ما يتوقع البعض بان تتحول ازمه الكهرباء الى ثوره شعبيه مستمره؟ يعني بالنسبه للبصره لا اعتقد ان الامر يصل الى هذا الحد، لان الكهرباء يعني تم الصرف عليها خلال السنوات السابقه من قبل الحكومه المحليه. طبعا للاسف الحكومه الاتحاديه وزاره الكهرباء لم تبذل يعني ما ينبغي عليها تجاه هذه المحافظه.
اغلب مشاريع البصره هي مشاريع محليه، تم صرف يعني اكثر من تريليون دينار خلال السنوات السابقه، والان بدانا نحصل الى حد ما نتائج بعض المشاريع وان لم تكن بالمستوى المطلوب بسبب احاله بعض المشاريع الى شركات غير رصينه، وهذا ادى الى ان بعض المشاريع وان كانت منفذه حديثا ولكن مع الاسف تواجه مشاكل كثيره بسبب رداءة المناشئ التي يعني تستورد منها بعض التجهيزات والمعدات المستخدمه في هذه المشاريع. عموما الكهرباء في محافظه البصره افضل مما كانت عليه في السابق بكثير، وهذا بفضل يعني اتمام بعض المشاريع، مشاريع الكهرباء التي احيلت خلال السنوات السابقه. لم يضف اليها شيء جديد خلال السنه السابقه بالتحديد باعتبار انه لا يوجد مشاريع جديده، ولحد الان الدوره الحاليه لم تضف شيء الى الكهرباء، ولكن الدوره السابقه يعني كما ذكرنا احالت الكثير من المشاريع، واليوم بدات تجني ثمارها بسبب انتهاء الكثير منها ودخولها الى العمل. نعم. السيد احمد الصليطي رئيس لجنه طبعا لا يفوتني هنا لا يفوتني هنا ان اذكر المشكله الاساسيه في هذا الموضوع وهو قله التخصيصات الماليه للدوائر الكهرباء في هذه السنه باعتبار وجود التقشف، وبالتالي نقص حاد في العماله. نعم. يعني هناك مشكله في الصيانه، صيانه الحوادث التي تحصل يوميا في الكهرباء بسبب قله العمال وايضا عدم الامكانيه الصرف على الوقود وتاجير سيارات وغير ذلك، هذا كله ادى الى لربما بقاء بعض الحوادث الى فترات اطول ما يسبب تذمر عند المواطن. نعم، شكرا جزيلا لك السيد احمد الصليطي رئيس لجنه الرقابه والتخصيصات الماليه في مجلس محافظه البصره. ارتفعت حصيلة التفجير الانتحاري الذي استهدف الإمام الصادق في منطقة الصواب بالكويت إلى 25 قتيلا وأكثر من 200 جريح بحسب وزارة الداخلية الكويتي. وقالت الوزارة في بيان أن حصيلة التفجير الانتحاري ظهر الجمعة ارتفعت إلى 25 قتيلا و202 جريحا، حالة عدد منهم خطيرة، مشيرة إلى أن التفجير وقع في ساعة الذروة من صلاة الجمعة. إلى ذلك أكد رئيس الوزراء الكويتي جابر المبارك الحمد الصباح أن حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد الإمام الصادق لن ينال من الوحدة الوطنية. وعلى الفور استنكرت الأوساط السياسية العراقية تفجيرات الكويت مشددة على أن محاولات زرع الفتنة في الدولة الجارة لن تنجح لوعي شعبها بحجم التحديات الإقليمية بحسب بيانات متلاحقة. إذ أعرب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن استنكاره للتفجير قائلا: إننا أذندين هذه الحادثة الإرهابية وكل الأعمال الإرهابية ونعزي دولة الكويت حكومة وشعبا، فإننا نؤكد أن العصابات الإرهابية خطر يهدد الجميع وعلى دول المنطقة والعالم المساهمة الجدية في محاربتها. في الختام شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.